أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. الأخوة والأخوات، أسرة الفقيد المناضل القائد الوطني علي دويغر، الرفاق في قيادة المنبر الديمقراطي التقدمي، الرفاق والأخوة قيادة الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، الأخوة والأخوات الحضور، اسمحوا لي باسم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن أتقدم للرفاق في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخالص الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة لتأمين واحد من القيادات السياسية وأحد المناضلين التاريخيين من أجل العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدل والمساواة التي ناضل من أجلها فقيدنا الغالي، مشاركاً رفاق له في تأسيس جبهة التحرير الوطني البحريني منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبما يعتبر أول تنظيم سياسي تقدمي يتبنى الاشتراكية العلمية في البحرين والخليج العربي. والشكر موصول للأعزاء عائلة الفقيد المناضل علي دويغر الذي قدم تضحيات جسام في نضاله الدؤوب لما يقارب من 60 عاماً قضاها متمسكاً بمبادئه الثورية من أجل غد أفضل لشعبه، فدفع أثماناً كبيرة من اعتقال وتعذيب ونفي خارج الوطن، فكان يسير على خطى كل المناضلين الكبار الذين قبضوا على الجمر وأعلنوا رفضهم للاستعمار البريطاني وشاركوا في عملهم الوطني وواصلوا دربهم الوار والعسير من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تؤمن بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وبالحرية والديمقراطية التي تجسد المبدأ الدستوري المعروف الشعب مصدر السلطات جميعاً، وبالعدالة الاجتماعية والمساواة ونبذ التمييز بكل أشكاله المذهبية والطائفية والقبلية وتجريم من يمارسه بغض النظر عن موقعه القيادي والإداري داخل النظام السياسي أو خارجه. الإخوة والأخوات، لقد ناضل الفقيد الراحل علي دويغر من أجل مبادئ آمن بها منذ نعومة أظفاره وحتى رحيله في 6 سبتمبر الماضي، وهي ذات المبادئ التي آمن بها الرعيل الأول من قيادات ومناضلي الشعب البحريني المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتجسيد الديمقراطية الحقيقية التي تؤسس لدولة القانون والمؤسسات. فقد واجه الفقيد نظاماً قمعياً لا يؤمن بهذه المبادئ السامية، لذلك أمعن في ممارسة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، فكانت ولا تزال سياسة الاعتقال التعسفي ومداهمة المنازل ومحاصرة المناطق وإغراقها بالغازات السامة وعقد الصفقات مع موردي هذا النوع من الأسلحة الفتاكة بحياة الإنسان، وآخرها الصفقة مع كوريا الجنوبية التي قوامها 1,600,000 قذيفة متنوعة مهمتها الرئيسة قمع النشاط السياسي والحقوقي السلمي ومصادرة الحريات. كما أمعنت الأجهزة الأمنية في ممارسة القتل خارج القانون سواء بتعذيب المعتقلين حتى الموت أو باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي خارج السجون، وهو الأمر الذي أدى لاستشهاد العشرات من أبناء شعبنا منذ 50 القرن الماضي وحتى الآن. إن التعذيب والقتل خارج القانون مجرم في الدستور والميثاق وكل المواثيق الدولية ذات الصلة، لكن السلطات البحرينية تمارسه كسياسة ممنهجة، أكدها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادر في 23 نوفمبر 2011، واستمر بعد صدور التقرير ما يعني تهرب السلطات من تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة. ورغم نفي السلطات وتهربها، إلا أن التأديب متأصل في السياسة العامة للسلطة منذ عقود طويلة. كان الفقيد علي دويغر ضحية وشاهد على إحدى فصولها. اسمحوا لي هنا أن أقرأ عليكم ما كتبه في الوسط المناضل عبد الله مطويع عن أول لقاء جمعه مع المناضل علي دويغر في إحدى زنازن القلعة. يقول مطويع:
عندما حل الليل صدق تنبؤ علي دويغر، فقد جاءوا وأخذوني إلى قسم المخابرات وأوسعوني ضربا، وجاءوا بأحدهم ليقول هو وأظنه يعرف أين يختبئ رفيق أحمد الشملان وراشد القطان وشاكر عقاب، لكنهم لم ينالوا مني، والكلام لا يزال لمطوية. قرب الصباح أعادوني إلى الزنزانة، واستقبلني دويغر وراح يدلك جسمي ويضع المشموم على بعض الجراح ويردد: كفو عليك يا مطوية، والله كفو عليك. كانت كلمات كهذه قد نفذت إلى روحي وزادت من شدة عزمي، وكانت الدرس الأول في الصمود ومواجهة الجلادين. حدث ذلك أيها الأخوة والأخوات أبان انتفاضة مارس المجيدة عام 65، ولأنه قد نضج سياسياً واكتسب تجربة نضالية وقتها، فقد كان دويغر يتوقع أن ينقل مطويع ومن اعتقلوا معه في سجن القلعة من سجن القلعة إلى سجن جدة. يسرد مطويع مجدداً علاقته القصيرة بالفقيد علي دويغر، وكيف كان الأخير يهيئه لفترة سجن قد تطول. يقول مطويع أيضاً: كان ودوداً، يقصد الفقيد، وذا قدرة فائقة على تحبيب الأشياء لمحدثه، فلكي يخفف عني صار يسرد لي بطريقة يخرجني بالخيال إلى خارج الزنزانة والسجن. قال لي: سوف يأخذونك إلى جزيرة جدة، وهناك في الجزيرة ستشفى جراحك لأن هواءها طيب، وسوف تأكل بذل القرص الرغيف البائس، شباتي لم تأكله مثله قط، وتشرب ماء عذبا ليس كماء القلعة. وفعلا جعلتني هذه الكلمات أسرح وأحلم بالذهاب إلى سجن جزيرة جدة وليس إلى البيت. أيها الأخوة والأخوات، هذا هو المعدن الأصيل للفقيد المناضل علي دويغر، الذي لم يتوقف حتى أواخر أيامه في الحلم بالعدالة والمساواة، غير مكترث بما كانت تردده الأبواق والإعلام الرسمي، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم. فقد حرم دويغر من ترشيح نفسه في انتخابات المجلس الوطني عندما عاد من منفاه ليشارك رفاقه في وضع البرنامج الانتخابي لكتلة الشعب، فما كان من الضابط البريطاني شور إلا أن يأمره بمغادرة البلاد. هذا الضابط كان يعمل تحت إمرة الجلاد البريطاني الآخر أيان هندرسون، الذي سقط على يديه وبأوامره عشرات الشهداء في حقبة السبعينات، أمثال محمد بنفور ومحمد غلوم بوشيري وسعيد العويناتي وجميل العلي والدكتور هاشم العلوي وراضي مهدي وعشرات آخرين سقطوا في حقبة تسعينات القرن الماضي وفي الألفية الثالثة، في الوقت الذي تصر السلطات على وصم الحراك الشعبي السلمي الحالي وكل الحراكات السابقة على أنها تتبع أجندات خارجية، بينما نعاني هنا في البحرين من التعذيب على أيدي أناس متعددي الجنسيات. لقد رحل فقيدنا الغالي علي دويغر وترك إرثاً نضالياً أصيلاً شارك في وضعه من رحلوا قبله، أمثال الراحل أحمد الذوادي وعبد الرحمن النعيمي، ولا تزال شعلة النضال متوهجة لدى القوى الحية المتمسكة بالمبادئ السامية لهذا الشعب العظيم رغم كبر التضحيات، حيث يقبع في السجون اليوم قرابة 3000 معتقل رأي، وفي مقدمهم أمين عام جمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين وآلاف من الشباب الذين آمنوا بأن سمة الحياة هي التغيير نحو الديمقراطية ونبذ المحاصصات القبلية والطائفية والمذهبية. لقد آمن هؤلاء بالحتمية التاريخية لنقل بلادنا من أتون الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة وما أفرزته من تشطير وضرب للنسيج المجتمعي وتدهور في الوضع الاقتصادي إلى رحاب الديمقراطية الحقيقية التي آمن بها الرعيل الأول من المناضلين، وآمن بها المناضل علي دويغر، وتؤمن بها اليوم وتطالب بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بكل سلمية وحضارية، وتنبذ فيها جميع أشكال العنف والعنف المضاد. فهذا الشعب
قادر على حمل شعل الوطني والديمقراطي من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل وبناء الوطن الحر والشعب السعيد. المجد والخلود للقائد الوطني المناضل علي دويغر، المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.